هل أنتم فعلا أحرار بأن تقولوا أو تصوتوا مثل ما تريدون لو مثل ما يراه السادة الزعماء أطال الله بعمرهم وحفظهم؟ بالحقيقة في حالة الذهاب إلى قبة مجلس النواب ليكون هو الفيصل، أنا أقول لك وكل ثقة بأنه نحن أحرار بما نختار. برهلي على هذا يا سيد عارف. أو التبليغ. أنت سألتني أستاذ. أي هو أنا. أي أقول لك برهلي على هذا. أنا أقول لك إحنا في دولة القانون وكثير من قوى الإطار في حالة الذهاب إلى قبة مجلس النواب سوف نكون أحرار بما يمليه الضمير إلى رئيس جمهورية يمثل كل العراقيين. فأبدا لحد الآن لا أكو تبليغ ولا راح نلتزم بالتبليغ حول هذا الموضوع أبدا. شوف، أولا الآن ماكو تحالفات، بما أنه انفض التحالف الثلاثي نحن في الإطار التنسيقي لا نقوي جهة على جهة، نحترم خيار البيت الكردي بما يتفقون. في حالة الاتفاق على الذهاب إلى مجلس النواب سوف يكون كل عضو مجلس نواب أنه يحكم ضميره وينتخب بما يعتقد. لذلك الآن انتهى موضوع التحالفات، الآن لا يوجد تحالف، الآن يوجد ممثلين لمكونات. الدليل التفاوض اللي صار بين الإطار التنسيقي ما ادخلت أي جهة كردية ولا جهة سنية لحسم ملف يعني رئيس الحكومة. سيد الحماني الآن بصورة أوضح. الآن التفاوض بين الأخوة الأكراد، نتدخل إيجابيين، الإطار إيجابي، نأمل أن يتفقوا على مرشح.